والنهارده انا مصممه ان انا انهي السنه بسلسله حلقات عن ان الراجل والست ازاي يبطلوا خناقات، وان الناس اللي بتتخانق مع بعض تبطل خناق، ومش عايزه تتصالح ما تتخانقش. فما زلت بتكلم في موضوع الزوج والزوجه، وان اذا كانت الحياه مستحيله فيجب انهائها فورا. صحيح في ناس بتتسرع وبتنهي الحياه، ولكن في ناس كتير قوي بتنهي حياتها مع ناس وما بتندمش على القرار ده. متهيألي ان حد بيقرر ان هو يعيش من غير الانسان اللي قدامه ده قرار عشان يتاخد قرار صعب، وفي نفس الوقت لو اتاخد يبقى خلاص هين وسهل، ومش الواحد مش هيندم عليه. كل واحد عنده مقدرة، وكل واحد عنده استطاعة، وكل واحد بيقبل حاجات وما بيقبلش حاجات، وما فيش حد عنده عيوب قاتلة طول الوقت. هي بس مشكلة انها عاملة زي البازل كده، او اللعب اللي بتركب على بعض. في ناس بتركب على بعض، في ناس ما بتركبش على بعض. عشان كده في ناس بترتاح مع بعض، في ناس ما بترتاحش. عشان كده مرة واثنين وثلاثة واربعة، اذا كنتوا هتنهوا حياتكم فانهوها باحترام. وإذا كان هناك خلافات حاولوا تحلوها، ما حلتوهاش تنفصلوا. حتى بعد الانفصال يا ريت يبقى في احترام. ده مش كلام انشا، والله لازم تعملوه، لان الدنيا مش مستاهله. وفي نماذج من المجتمع وفي قصص بنسمعها غريبه جدا جدا، بتخلي الواحد فعلا ان هو يقول ان بلاش الواحد يوصل خلافات لكده، لان ساعات بتؤدي للموت، وخصوصا لو في اطفال صغيره بتتظلم في الموضوع. هستنى طبعا تليفوناتكم عشان تقولوا لي رأيكم في الموضوع ده، ونحس الناس كلنا النهارده المتجوزين المختلفين او المطلقين ان ما يبقاش عندهم خلافات بعد الطلاق، ولو متجوزين وقاعدين في بيت واحد ما يبقاش بينهم خلافات او خناق، لان ما فيش حاجه مستاهله. تعالوا نروح نشوف القصه دي مع بعض. اتعرفت عليه في السعودية، اتجوزنا هناك وعشت معاه 9 سنين. كان بيتعامل معايا طبعا بطريقة صعبة جدا، ضرب، يعني من ضمن المشاكل الزوجية ضرب وإهانة وشتيمة، ونفس المعاملة برضو كان بيتعامل بيها مع أولاده. طبعا أنا ما قدرتش أتحمل كده، بالإضافة إن هو كان بيضرب أبوه وأمه، بيتعامل معاهم بنفس الأسلوب غير الخيانة الزوجية، غير الطلبات الشاذة كان بيطلبها مني انا ما بقبلهاش. هو اسلوبه كده، هو اسلوبه الضرب والاهانه والشتيمه. كان دايما يقول لي انا ما بتعاملش مع الست اللي بتضرب، اربيها بالضرب والشتيمه. اي حاجه، ما فيش عنده حاجه اسمها تفاهم، ما فيش لغه حوار، ما فيش ان هو يقعد يتكلم على اي مشكله ونتناقش وكده، لا هو مد الايد ده اسرع حاجه. طبعا ده شيء متعب بالنسبه لي، غير الخيانه اللي انا بشوفها. يعني في حاجات كتيره جدا كانت بتحصل قدام عيني وبفوتها وبسيبها، واقول ماشي احاول احافظ على بيتي، هيتغير مسيره، هيتغير، هيعقل سنه ورا اتنين ولا تلاته هيعقل، مفيش فايده. طبعا هو هو. اما نزلت مصر لقيته بيتعامل مع اهله بقى بطريقه طبعا انا ما كنتش اعرفها، لان كنت عايشه معاه هناك في السعوديه ومتجوزاه هناك، وما كنتش شفت اهله. اما نزلت ولقيته بيتعامل مع اهله بالطريقه دي، يعني بيتعامل زيه زي ما بيتعامل معايا، اكتشفت ان هي دي حياته، هو ده اسلوبه. يعني واحد بيهون عليه ان يضرب ابوه وامه ويشتمهم بقى، سوري يعني باصعب الشتايم، يبقى هيهون عليه مراته، يعني مش هيبقى على مراته. فابتديت طبعا احسن برضو من الطريقه دي، لما كان بيحاول مثلا يمد ايده عليهم او كده وانا اتدخل او ارفض المعامله دي، كان يضربني يقول لي ما تتدخليش في علاقتي بيني وبين اهلي، مالكيش دعوه، امد ايدي عليهم اشتمهم ماليش فيه، مالكيش فيه. طبعا انا لقيت السلوك ده بيتعبني انا نفسيا، وبيتعب الاولاد ان هو يشوفه اب بيضرب جده او جدته. وكذا مره حذرته يعني ما تتعاملش بالاسلوب ده قدام اولادك عشان ما يكبروش يتعلموا كده، ما يتعلموش ان يضربوك او يضربوني. ما فيش فايده. حتى اسلوبه معايا برده كان نفس الحكايه قدام الاولاد،
ما فيش برضو نصايح كتيرة، ما فيش مني ومن أهله كمان، ما فيش فايدة، ما بيسمعش الكلام. آخر ما زهقت خلاص قررت إن أنا بقى بصراحة أنفصل. يعني أنا اديتك فرص كتير، تحملت كتير معاك 9 سنين، وكل ده عشان أحافظ على بيتي وعلى أولادي، وأقول برضو يبقى بين أب وأم. اكتشفت إن أنا بقيت بحس إن الأولاد بيتأذوا نفسيا أكتر مني وأكتر مني، إن هم يعيشوا في جو بالشكل ده، وبالذات مع أب مش قادر يدرك إن في أطفال بدأت تكبر سنا وتفهم إيه اللي بيحصل. هو طبيعي ما بيشربش حاجة، ابوه نفسه وابوه وامه نفسهم بيستغربوا يعني هو ازاي بيتعامل معاهم بالشكل ده. بس ابوه كان دايما يقول لي، يعني انا بصراحه دايما يعني وجهت كلامي للحمايه، وكنت اقول له انت السبب، انت السبب ان انت خليت ابنك يتعامل معاك بالاسلوب ده ويتعامل معايا انا بالاسلوب ده. مش هقول لك منك لله، انت زيك زي اب كنت بتربي ابنك، بس ربيته على اسلوب الدلع، ربيته على ان كل حاجه هو عايزها بتجاب بالعافيه بالذوق، هاخدها، ما عندوش حاجه اسمها دي مش بتاعتي، دي 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 دي, دي ما تنفعش، لا خلاص. الدلع بتاعه الزايد خلى الابن نفسه يتعدى على ابوه، وابوه بيسامح ويتعدى تاني، وابوه يغفر ويسامح، اتعود ان هو ما فيش عقاب له. يعني بيوصل لمرحله ان هو بيجيب سكاكين ويتهجم. يعني مره اخذ سكينه وكان هيتعدى على ابوه خلاص كانت هتحصل جريمه قتل، لولا ان انا حشت يعني ما بينهم، جت فيا بقى ما جاتش فيا، بس المهم ان انا حشت من الموضوع ده. يمسك ضرفة الباب ويمد ويضربها على أبوه. يعني حتى في المنطقة بتاعته أو في منطقتي أو في بيتي حصل نفس المشكلة. بس فما قدرتش أنا أتحمل الوضع، الإهانة والبهدلة اللي أنا فيها، وأنا أخلاقي وتربيتي مش كده. يعني أنا اكتشفت إن أنا مع والدي ووالدتي مش كده خالص، طبعا تربيتنا مش كده خالص، فما فيش فايدة. بعد كده بقى ما قررت الانفصال، طبعا غير بقى موضوع الخيانه اللي انا بالنسبه لي ما كنتش متقبلها تماما، بشوفها صريحه وواضحه، بسمع من ناس بتيجي تقول لي، رغم ان انا مش من النوع الودانيه، يعني انا مش من النوع اللي انا اقول ايه اسمع واخرب بيتي والكلام ده كله، بالعكس. بس وصلت بقى لمرحله ان انا بقيت بشوف بعيني، فما بقتش اتحمل بقى ده كده خلاص. انا كده لدرجه انا قلت له، انت وصلتني لمرحله ان احنا خلاص كده الموضوع بالنسبه لنا هيبقى متهم. عندي بوابه في العماره ان انا لما بسافر القاهره لاهلي هو بيجيب في البيت ستات. طبعا انا ما ركزتش معاها وما اديتش وداني البوابه عندي في العماره، لحد ما هو جه قلب نفسه. يعني هو كمان جه قلب نفسه، انا حصل مني كذا 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 وانت مش موجوده في البيت. لو هو بيكذب عليا او بيقول لي كده مثلا كسبيل ان هو بيغزني او بيضايقني، اللي اكد لي المعلومه البوابه، اصل مش هيبقى هما الاثنين متفقين ان هما يعني يغزوني، اللي اكد لي المعلومه اللي قبليها بقى البوابه ما كانت بتقول لي. فقلت فعلا هي كده كانت صادقه معايا لما كانت بتنبه بعد ما هو اكد لي المعلومه بتاعتها. فيعني لدرجه ان انا يعني بالبجاحه كده بيقولها لي عادي جدا، وفي بيتي وفي اوضه نومي وعادي جدا. مش يعني هو انا مش فاهمه هو كان متخيل رد فعلي هيكون ايه، ما انا شيء طبيعي لازم هيبقى ليا رد فعل. فابتديت خلاص بقى اقول له الحياه معاك كده مش هترفع، لا بتراعي ربنا فيا ولا بتتقي ربنا فيا ولا في اولادك ولا في اهلك ولا حتى في نفسك، وما بيكبرش حد. يعني حتى لما بشتكي لابوه، ابوه نفسه يقول لي يا منار ما انت شايفه هو بيهزقني ازاي، وانت شايفه ان انا كل ما حاجه احاول اصلح ما بينك ولا اعمل حاجه هيمد ايده عليا. ابوه بدا يخاف مني، ما عندوش اخوات صبيان، عنده اختين بنتين نفس الكلام. انا عايزه اقول لحضرتك ان هو اخواته البنات بيمد ايده عليهم حتى وهم اكبر منه سنا. واحدة من اخواته البنات اتكلم في سمعتها بالباطل لدرجة ان جوزها طلقها، راح اتكلم على سمعة اخته قدام جوزها. جوزها قال لها اتفضلي شنطة هدومك وانت طالق. فيعني حتى اخته ما اللي هي نسبه وشرفه اتكلم في عرضها. فيعني هقول ايه؟ يعني لا بيراعي اهله ولا بيراعي اخواته البنات ولا بيراعي سمعه نفسه ولا سمعه اخته لما تتضرر ده هيجي على سمعته هو. ما عندوش تركيز في اي حاجه هو بيعملها. لدرجه ان انا بقول له انت سنا مش صغير علشان انت تعمل تصرفات طفل واحد طايش، ده شاب عمره 15 سنه عمره ما هيتصرف التصرفات ده، هيبقى عنده حتى نخوه، عنده رجوله. حتى انا نفسي اكتر من مره كنت دايما يعني احاول استفزه بكلمه انت مش راجل. واللي مين قالك ان انا راجل؟ سوري يعني في الكلمه، انا مره عادي جدا بكل برود، ولا كان يستفز. يعني انا بحاول اتعمد ان انا استفزه عشان اشوف رد فعله ايه، مش عشان يقوم يضربني ولا حاجه،
عشان اوصله ان انت قدامي بقت كده. يقول لي عادي، مين قالك ان انا راجل؟ انا مره مريم بنتي، هي طبعا ما كانتش متحمله العيشه معاها تماما. اولا كان عنيف جدا معاها في معاملته بالكلام وبالمد الايد، يعني يوم ما يتكلم معاها يشخط فيها، عايزها لو كوبايه اتكسرت يمد ايده عليها، لو وقعت منها كوبايه واتكسرت البنت بتترعب ان هي هتتعاقب عقاب شديد، هتتضرب هتتضرب. مش همه بقى البنت دي الكسر ده الحمد لله ربنا نجاها منه، ما دخلش في رجليها مش عارفه ايه، لا هتتضرب ويضربها. كانت بقى دايما مريم تقول لي ماما انا بابا ما بيحبنيش، انا عارفه ان بابا ما بيحبنيش. قلت لها لا يا مريم هو بيحبك. تقول لي لا 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 بابا ما بيحبنيش يا ماما، بابا ما بيحبنيش، بابا بيحب احمد ما بيحبنيش. كان دايما طبعا يفضل الولد شويه عن البنت. هو بيشخط فيه وبيضربه، بس دايما كان هو مركز على الولد شويه عن البنت، فالبنت بالنسبه له هي لو الولد غلط يضربها. اقول له طب انت بتضربها ليه هي؟ يقول لي لا عشان هي المفروض تكون منتبهه اكتر منه. طب ايه منتبهه اكتر منه؟ ما هو اللي غلط مش هي اللي غلطت. في الفتره بعد ما سبت له البيت وكده حاول طبعا محاولات ان هو يتصل بيا، طب ارجعي، طب خلاص انا غلطان مش يعني مش هكرر كده تاني، واديني فرصه اخيره والكلام ده كله. بدا بقى يهددني باولادي، طب وبيا، انا مش هسيبك ومش هسيب العيال، واحنا كلنا هنبقى في الاخره مع بعض ونتجمع مع بعض والكلام ده كله. طبعا انا كنت بتكلم بكل الثقل، الاولاد معايا انا في البيت عندي، فاقول له براحتك اعمل اللي انت عايزه خلاص، ولو مش مصدقني هركب عربيتي واجي لك والكلام ده كله. لحد مره بقى لقيته ايه هدي شويه عن المكالمات، وبعد كده بدا يكلمني وقال لي انا عايزه اجي اخلص الموضوع بهدوء، انا فكرت ومش فكرت، مش عايزين مشاكل قدام العيال والكلام ده كله، خلينا ننفصل بهدوء. اتصل بخالك خليه يجي عشان نتفق ازاي هنخلص وامتى هنروح للمأذون ونخلص. قلت له تمام. فجالي من اسكندريه القاهره وجي قعد، كان لسه خالي في الطريق يعني. بعد ما قعد قال لي ده قرارك الاخير؟ قلت له قراري الاخير. قال لي طيب، قعد يلعب شويه مع الاولاد، وبعد كده قال لي طيب انا نسيت انزل اجيب حاجات للاولاد وما جبتش حاجات للاولاد وانا جاي، فهنزل بس اخدهم اجيب لهم شويه حاجات من السوبر ماركت اللي تحت. فهم حتى سالوا بابا نغير هدومنا، قالوا له لا ما تغيروش هدومك، تعالوا كده احنا كده كده هنطلع على طول. طبعا اخد الاولاد وما شفتهمش من ساعتها. الكلام ده تقريبا من سنتين ونص. وانتهيت على كده. حاول يكلمني بعديها، طيب تعالي عشان خاطر الاولاد لو انت عايزاهم وعايزه تعيشي معاهم تعالي، مش هتعيشي معايا مش هتشوفيهم تاني. ابتديت برضو احاول ايه اراجع نفسي وارجع تاني البيت، وفعلا رجعت في مره وداخله بقى على اني داخله بيتي يعني، برضو ما حصلش انفصال ولا حاجه. بفتح الباب لقيته مغير كلون الشقه، خبطت طبعا فتح، طلع معاه واحده جوه. طبعا هللت وزعقت وصرخت وعملت فضيحه في الشارع والكلام ده كله، الناس شاهدت يعني في العماره وفي الشارع، بقت مشكله يعني. بس ورجعت بقى كملت بقى، مشيت في اجراءات الخلع، انا كده تاكدت ان هو مش هيتغير خلاص، سلوكه واسلوبه مش هيتغير مهما وعدني ومهما حلفني. بس ومن بعديها بقى طبعا بنانا على الاولاد تماما، بدات بقى امشي في اجراءات الخلع واجراءات ضم الاولاد، تمكيني من المسكن الزوجيه، من الاجراءات العاديه الطبيعيه لاي زوجه، وخلصت واخدت قرار الخلع. في الفتره دي كلها طبعا بحاول اوصل لهم، بحاول اتواصل مع اهله، اهله يقولوا لي احنا متضررين منه وانت عارفه كده كويس، مالناش علاقه بيه. وصلت حد من اهله وعمامه والناس دي كلها يرد عليهم يقول لهم مش مرجع لها العيال. بدأوا يكلموه طب دخلهم مدارس، ما تسيبهمش كده، انت طالما اخدتهم طب اصرف عليهم وتحمل مسؤوليتهم، مش مدخلهم مدارس عشان هي ما تروحش تاخدهم من المدرسه. ويبعت لي ناس يقولوا لي ده احنا شفنا ابو مريم واحمد في المكان الفلاني، شفنا ابو مريم، اروح وطبعا لازم ياخدوا فلوس عشان يدلوني على المكان، بقيت ادفع واروح ما بلاقيش حاجه. عناوين وهميه. ويبعت لي رساله ويقول لي الناس اللي بتتصل عليكي وبتقول لك على العناوين انا اللي بعتهم لك. انا حالف لففك مصر كلها كعب داير. غير بقى ان مراته تتصل وتبعت لي في رسائل تقول لي انا هقهرك على عيالك. يبعتوا لي بقى في رسائل قله ادب وشتيمه. طبعا انا ما بردش على الحاجات دي ولا بوصل نفس المستوى. بس بدات بقى زي ما مع نفسي كده، انا لدرجه ان انا بقيت اوصل انزل اسكندريه امشي في الشارع. اقول يمكن يعني الاقيهم ماشيين، الاقيه هو ماشي بيهم يعني في المنطقه اللي انا كنت ساكنه فيها او اللي حواليها. بقيت اسال الناس اللي انا في المنطقه اللي انا ساكنه فيها
يا جماعه ما شفتوش الاولاد، ما شفتوش ان هم عارفيني، المحلات السوبر ماركت اللي انا متعوده اشتري منهم مثلا وعارفيني وعارفين ولادي وعارفين الطريق، ما بيجيش هنا الشارع ما بتشوفوش؟ قولي لي نهائيا، ما بقاله فتره طويله جدا ما بنشوفوش هنا. قلت له حتى طب طمني عليهم اكلمهم؟ لا لا نهائيا، ما حاولش يسمعني صوتهم نهائيا ولا يدلني عليهم. وبعديها بشهرين ثلاثه كده عرفت ان هو اتجوز، يعني بعد ما اخذ الاولاد بشهرين ثلاثه بالظبط عرفت ان هو اتجوز. وبدا بقى القرف منه من مراته برسائل بقى شتيمه وقله ادب، وعمرك ما هتشوفي عيالك تاني وهنقهرك على عيالك، وقله ادب بقى بطريقه يعني الفاظ مش كويسه في الرسائل والكلام ده كله، لدرجه ان انا عامله بيها محاضر، لدرجه ان امين الشرطه يقول لي انا مش عارف افرغ الرساله، يعني انا مش عارف افرغ الرساله من كتر اللي فيها، مش عارف اكتبها. ف تعبت، وصلت لمرحله ان انا تعبت. بتواصل من انهي جهه مش عارفه، ويغير في عناوين ويغير في ارقام تليفونات، وبيعند معايا بس مجرد ان هو يعني ايه عندي عشان ما اخدش ولادي. طب انت اتجوزت عايز ايه تاني؟ عيش حياتك. لدرجه ان انا يعني انا بقى انا يعني مره مراته دي كلمتني قبل ما هي تتجوز في فتره خطوبتهم، يعني قلت لها يا بنت الحلال عيشي حياتك معاه بس سيبي لي ولادي، انا مش رافضه ان انتوا تعيشوا حياتكم، عيشي ماليش، ما خلاص انا بالنسبه لي الانسان ده ميت، بس سيبي لي بنتي وابني وانت خلفي وعيشي حياتك. بقت ترفض. مريم طبعا وحشاني جدا، مريم دي كان نفسي اشوفها واتكلم معاها واحضنها زي اي ام، يوم ما شفتها ميته، وشفتها ميتة ومتبهدلة، ولو جرت ميتة بقضاء وقدر كنت أنا يعني كنت قلت خلاص نصيبي كده، ربنا رزقني بطفلة وما أردتش إن هي تكمل حياتها معايا. بس إن أنا أشوفها متبهدلة من أبوها ليه؟ ليه أشوف كده جسمها؟ ليه أشوف حرق؟ ليه أشوف كسر؟ بيكسر لها دراعها ليه؟ يقول لي وقعت ما وقعتش، اهمال منك ليه؟ طفله عمرها 9 سنين. ليه البنت لما يجي لها التهاب رئوي اول حاجه انت هتشوفها بتكح، ما توديهاش لدكتور ليه وتوصلها لمرحله ان يجي لها التهاب رئوي ممكن يسبب في وفاتها بالاضافه الى التعذيب اللي انت عامله لها؟ ليه؟ ليه ما خفتش عليها؟ ليه؟ قلت له ايه؟ عشان مجرد ان هو ما بيحبهاش؟ وكان دايما يقول لي انا ما بحبهاش، اقول له ما فيش اب يقول على بنته كده، يقول لي ما بحبهاش وما تجبرينيش احب حاجه انا ما بحبهاش، وديها لاهلك، هو نفسه كان بيتحايل عليا وديها لاهلك. يعني هي رافضه العيشه معاه وهو رافض العيشه معاها. قلت له ما ينفعش اسيبها لاهلي، اهلي مش هيرفضوا، بس البنت هتتاذى نفسيا ان احنا كلنا بعاد عنها وسايبينها هي لوحديها، نفرين منها ليه؟ اه يا حابه تعيش مع اهلي، بس بكره لما هتكبر هتيجي تسالني وتسالك وتسال اخوها بعدتوا عني ليه؟ نفرتوني ليه وبعدتوا عني؟ لكن هو ما كانش حريص على كده. خلاص بهدلها لغايه ما ماتت، بهدلها باهماله وبهدلها بتعذيبه. ما حاولش يحافظ عليها ليه؟ مش عايزها يدهاني. ما دخلهاش مدارس ليه وتعيش طفولتها زي اي طفل؟ حرام عليه ان ليه يبقى ليها اصحاب، وحرام عليه ان هي يبقى عايشه مع امها بيني وبينه، ما منعتوش انه يشوفهم. قلت له هوريهم لك بس يعيشوا ما بيني وبينك زي اي طفل وطفله. لدرجه ان انا قلت له يا اخي مش هعرفهم ان احنا انفصلنا، هقول لهم بابا بيروح شغله وبيرجع، بيسافر وبيرجع، لغايه ما يكبروا وهم يفهموا لوحديهم، لكن ما تحرمهمش مني وما تحرمنيش منهم، مش عند احمد طبعا نفسي يعيش معايا، نفسي يعوضني عن اللي راحت، نفسي احس ان انا بربي عيالي زي ما تعبت فيهم وجبتهم بربيهم، بعدين بربيهم تربيه صح مش تربيه سلوك اللي هو مش طبيعي فيه ده، ان هو يشتم ويضرب ويهين ويمد ايده على الكبير وعلى الصغير. ابني يتربى معاه ازاي؟ ده يطلع بلطجي بعد كده، يطلع ملوش اخلاق، واحد ما بيصليش وما بيعرفش ربنا ابنه هيطلع ايه؟ واحد طفل ما بيدخلش ابني لغايه دلوقتي 6 سنين ونص ما دخلوش مدرسه، هيطلع ايه في الاخر لما يكبر؟ فاشل وبلطجي
ما هياخد بطانية أبوه، هياخد فشل. طبعا أنا نفسي ابني يكون في حضن، هطلعه له راجل. أنا عيلتي كلها متعلمين، كلهم مراكز عالية، وهو فاهم كده كويس، وعارف كويس جدا إن أنا عندي القدرة إن أنا أطلع ابني في مستوى كويس. لكن هو عنده هيخسر كله، خسروا بنتي وخسروا، هيخسروا ابنه برضه. هو مش مدرك إن هو هيخسر ابنه في يوم من الأيام. يعني أنا يعني لو هو هيسمعني، أنا بطلب منه إن هو يعني يرعى ربنا في اللي باقي، يرعى ربنا إن ده حقي، أنا ما بطلبش أكتر من حقي. لما يوصل السن القانوني ياخده، مش هقوله ما تاخدوش، خده، بس على الأقل يكون اتربى صح، على الأقل يكون وقف على أساس. كان نفسي خلاص، ما عرفتش، سامحيني. ولما انا كنت انا وهي مع ابوها، كنت دايما اقول لها يا مريم اصبري، هنخلص هنخلص، هانت. لما كانت دايما تعيط لي وتقول لي انا مش عايزه اعيش هنا، كنت اقول لها خلاص يا مريم هانت، هنمشي. بس للاسف ما عرفتش اخدها منها. عايز احمد ابني، انا عايز احمد. اول حاجه انا عايز احمد ابني يتربى معايا، يعيش معايا، ارعيه واخد بالي منه، ومريم تاخد حقها، مريم تاخد حقها منه، لو ليها حق عنده تاخده، تاخد حقها منه. بس انا عارفه ان مريم ليها حق عنده، لان اللي مكتوب في تقرير المستشفى ده مش شيء طبيعي، مش شيء طبيعي لطفل عمرها 9 سنين يحصل لها ده كله. أنا مش ببلع عليه، ده اللي مكتوب. حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول غير كده.